مساء الخير على كل مشاهدينا، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من يجدها. من يجدها برنامج الأسرة كلها، بنهتم بكل فرد في الأسرة، بنهتم بكل تفاصيل حياتك. لو أي حد عنده سؤال حابب يسأله يقدر يتواصل معنا، أو لو حد عاوزنا نتكلم في موضوع معين تقدروا تبعتونا على اللايف أو تبعتونا أو تتواصلوا معنا من خلال تليفونات البرنامج. مساء الخير يا مريان. مساء الخير يا ميرفت، ومساء الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا النهاردة، ويمكن متعودين نجيب لكم أكتر عن التغذية وتغذية الأطفال وتربية الأطفال. وقعدنا فترة نتكلم عن الأطفال، بس محتاجين نروح بقى للبنت والست شوية اللي بيدوروا دايما عن الجمال والماسكات اللي كنا بنجيبها. النهاردة هنتكلم بتفصيلة حلوة شوية، الناس اللي دايما ما عندهاش ثقة وهي بتضحك، ما عندهاش ثقة وهي بتتكلم، تفتكري ليه؟ على طول هقول لك سناني، بتكسف من سناني وعلى طول قافله بقي وعلى طول مش قادره اضحك علشان انا مكسوفه من شكل سناني. صح، يعني انا بحس ان السنان هي البوابه بتاعه الوش، يعني ممكن انت تبقي شايفه لا سناني مش حلوه، عشان كده بيسبب لنا شويه احراج اجتماعي. صحيح. مع اللي حوالينا مش برضه اتكلم كتير علشان شكل ضحكتي مش حلوه، ما بقاش عندي ثقه بالنفس، طب اعمل ايه؟ الاسنان بتبرز جمال الوجه الحقيقه، واللي كتير مننا ما يعرفوش ان الجهاز الهضمي بيبتدي من الاسنان. صح، يعني لو انا عندي مشكله في اسناني ممكن تاثر بالسلب على جهازي الهضمي، ممكن تاثر على اعضاء كتيره قوي طبعا هنعرفها النهارده من ضيفنا اللي هيكون معانا وهينورنا النهارده، لان الاسنان هي البوابه، بقينا ده هو البداية. صحي جدا، ويمكن ناس كتير بتعاني من مشاكل كتير في الفم، الفروق بين الأسنان. صحيح. تعوجات الأسنان، كسور الأسنان، الحاجات دي كلها بنلجأ فيها لتقويم الأسنان. هنعرف أكتر كمان الأسباب اللي بتؤدي لكل المشاكل دي وإيه هو تقويم الأسنان مع ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة دكتور عادل زخيري، طبيب تقويم الأسنان وماجستير تقويم الأسنان بالمملكة المتحدة وبكالوريوس طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، عضو المنظمة الدولية للبحث العلمي في طب الأسنان. لكن استنونا مشاهدينا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل وكلامنا عن صحة أسنانك عنوان جمالك. خلينا نرحب بضيفنا اللي دايما متشرفين ودايما سعداء بوجوده معنا، دكتور عادل زخيري، طبيب تقويم الأسنان وماجستير تقويم الأسنان بالمملكة المتحدة وبكالوريوس طب الأسنان طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، عضو المنظمة الدولية للبحث العلمي في طب الأسنان. أهلا بيك يا دكتور، منورنا. وكمان بنرحب بأستاذة حنان بشرى من خدام الترجمة بلغة الإشارة. أهلا بيك يا دكتور. دكتور، يمكن زي ما قلنا قبل الفاصل، الفم ده هو البوابة اللي في ناس بتتكسف ان هي تقعد تتكلم علشان شكل أسنانها والمشاكل اللي في الأسنان اللي هنعرفها خلال حلقتنا، اللي بيعالجها التقويم. تمام، عايزين نبتدي نعرف ايه هو تقويم الأسنان. تقويم الأسنان بصفة يعني عامة هو يعني اصطفاف الأسنان. تقويم الأسنان ده يعني حاجة المصريين القدماء عملوها من آلاف السنين، وهي في الآخر اسمها أورثودونتكس. أورثو معناها ستريت أو مستقيم، دونتكس اللي هي الأسنان، يبقى هي استقامة الأسنان، بس هي انكمبسز برضو حاجات تانية غير استقامة الأسنان، لها دعوة بالابتسامة بتاعت الأسنان، الهارموني بين الشفايف والوجه والأسنان، كمان الريشيو ما بين الأسنان وبعض، والغير كده كمان الفانكشن بتاعت الاسنان اللي هي وظيفه السنان اللي هي الاكل وقطع الاكل والكلام السبيتش. فبالتالي يعني كل ده بيندرج تحت الامبريلا الكبيره بتاعه تقويم الاسنان. طبعا بما ان حضرتك طبيب اسنان، اول حاجه بتلفت نظرك لما بتتكلم مع اي حد الاسنان. بالظبط. مظبوط كده. طيب خلينا نتكلم عن الاسباب. يمكن زي ما مريان قالت، في مشاكل كتيره في الاسنان، للاسف احنا بس دايما بنبص على الحاجات الظاهريه اللي باينه قدامنا، لكن بالتاكيد في حاجات تانية. خلينا نتكلم ايه هي اسباب المشاكل اللي بنشوفها في الاسنان. يعني طبعا بالنسبه اللي هنتكلم على تقويم الاسنان، يعني اكتر المشاكل بتبقى حاجه من اتنين، يا اما الفك صغير يا اما السنان كبيره، يا اما كومباينيشن ما بين الاتنين.
الفك صغير، يا الفك صغير والاسنان كبيره او الاثنين مع بعض. ده ان ناتشل يعني. لو يعني ممكن واحد تكون اسنانه كبيره والفك عنده صغير. بالظبط، وممكن السنان صغيره والفك كبير، عشان كده بتلاقي حاجات فراغات. بالظبط. طب خلينا نروح للمشاكل اكتر بقى يا دكتور. يعني من ضمن المشاكل الفراغات، عايزين نعرف ايه بقى الفراغات وايه المشاكل التانيه اللي بتبقى في الاسنان. الفراغات مبدئيا دي واحده من المشكلات اللي هي بتبقى يعني نتيجه لان الفك كبير او السنان صغيره او الاثنين مع بعض. لكن في طبعا مشاكل تانيه ممكن السنان، لان لو الفراغ يعني ما عنديش فراغ كفايه ان السنان تطلع، بيحصل حاجه اسمها امباكشن اللي هو الدفن بتاع الضرس ما يطلعش. مثلا في حاله الانياب احنا دايما بنقول للاولاد بتوعنا من سن 9 سنين تعالى عندي اكشف عليك، عشان الانياب عندك فيها مشكله لو ما طلعتش. ليه؟ لو طلعت بيبقى بتعمل احيانا حاجه عند الاطفال اسمها الاجلي داكلينج ستيج، او مرحله البطه السوداء. البطة السوداء هي فعلا كده اسمها الاجلي داكلينج ستيج. دي بتعمل ايه؟ يعني بتعمل فلقات بين السنان اللي قدام، نتيجه لان يعني ان الناب بينزل يتزحلق على السن وهو نازل وهو بيطلع. فبالتالي ايه اللي بيحصل عندي؟ ان السنان بتبتدي تفتح، فبالتالي احتاج اعمل لها بريسز عشان المها تاني. وغير كده كمان الموضوع ده بيسبب نوع من البولينج، او ان الاولاد بيتضايقوا من بعض في المدرسه طبعا. فبيعاكسوا الولد وكده. فدي حاجه برضو من ضمن المشاكل التانيه. طب دكتور، قبل مرحله التبديل مش احيانا بيكون في الفراغات دي واحنا نقول دي لما يبدل اسنانه هتطلع اعرض وممكن تكون الدنيا متظبطه وكده؟ يعني هل نستنى بعد التبديل ولا ايه؟ ولا المشكله ممكن تظهر قبل التبديل؟ لا، هي حاجة المشكلة أثناء التبديل. ما هو عشان كده يعني سن 9 سنين. ليه؟ لأن الناب بيبتدي يطلع. الناب ده أهم سنة في الفك كله طبعا. ليه؟ لأن الناب أولا بياخد من أول هنا من تحت العين بالظبط لغاية ما بيطلع، بياخد باث أو يعني مجرى كبير جدا طويل جدا. فكون إن هو أطول جدر في الفم بياخد الوقت ده كله عشان يطلع. فأهم حاجة عندنا الناب ده يطلع، لأنه أول حاجة بتبني الابتسامة بتاعت الفم كلها مبنية على الناب بس لوحده. باقي السنين بتيجي يمين وبتيجي شمال، هو اللي بيأوكيباي حجر الزاوية بتاعت الابتسامة. فدي أهم حاجة عندنا في ناحية الابتسامة والجمال. صحيح. طيب يمكن دي مشكلة، مشاكل أخرى، مشاكل فم كتير عندنا بقى. العضة المفتوحة، العضة العميقة، السنة داخلة ورا، السنة راجعة قدام. افهم ايه العضة المفتوحة؟ هقول لحضرتك. العضة المفتوحة يعني لما اجي اقفل على سناني اللي ورا الاقي قدامي هنا السنان بتقفلش، لكن اللي ورا قافلين. تمام؟ حضرتك انت قافلة بس كده قافلة؟ حضرتك تقفلي على ورا السنان. هنا قافلة بمعنى اصح. اللي قدام قافلين على بعض مع اللي ورا، لكن سام تايمز بيحصل ايه؟ ان السنان اللي ورا بتقفل واللي قدام بيبقى عاملين كده. تمام. طب نمسك الماكيت تاني لو سمحت برضو. ونشرحها اكتر. دي بتبقى يعني لو بصينا هنا على ده هنلاقيها واضحه قوي. هي السنان دي بارزه لقدام صح؟ يعني حضرتك شايفه حتى في هوا من ورا، في هوا هنا. تمام. فدي حاجه بتأدي ان احنا اولا الاكل لما نيجي نقطم قدام مش عارفين نقطم. طبعا. لان السنان مش بتقابل بعض قدام، والانسايزرز او القواطع بمعنى صح they can't do their jobs. مش عارفين يقطعوا الاكل. فدي حاجه برضو من ضمن المشاكل اللي بنقابلها. تمام. وبتبقى صعبه جدا في علاجها، وبعد العلاج بتبقى صعبه ان احنا نحافظ على النتيجه. فدي بيجي بقى دور ايه؟ ان احنا نوعي العيان بتاعنا ونقول له انت محتاج تلبس الريتينر بتاعك as long as ان انت عايز سنانك تفضل على الوضع الجديد بتاعك. طب بعد قبل ما نستكمل مشاكل الفم، خليني اروح لنقطه مهمه ويمكن ثقافه بعيده شويه عند بعض الناس. انا مش هودي ابني لطبيب الاسنان غير لما تظهر مشكله. اوكي. طب انا المفروض كأم ابتدي اودي ابني لطبيب الاسنان امتى؟ يفحص اسنانه؟ وهل فعلا كل قد ايه صح اللي انا المفروض اوديه لطبيب الاسنان؟ المفروض نورمالي ان في الدول يعني زي امريكا وزي اوروبا وكده بيبقى في حاجه اسمها التشيك اب. التشيك اب اللي هو ايه؟ اجي بس للدكتور، بص على اسنانك، مش همسكك، بس ابص على اسنانك اشوف هل مثلا اسنانك كلها العدد موجود، في اي كاريز او في اي تسويس،
الصحة بتاعتك، النظافة بتاعتك، أسألك بتغسل سنانك كم مرة. الموضوع ده بنعمله المفروض مرة كل 6 شهور. ده للكبير والصغير؟ ده أي حد. لأي حد. كل 6 شهور أنا المفروض أزور. أروح لزور الدكتور. على الأقل حتى أنظف أسناني. التنظيف. يعني التنظيف المفروض بالزبط. كل 6 شهور. للأسف إحنا كمصريين بالذات تلاقينا ما نروحش لدكتور الأسنان غير لما يكون في مشكلة. وبنخاف أصلاً من كرسي دكتور الأسنان. مع ان دلوقتي احنا مع ان ده يعني لا انا مش من الشخصيات دي يعني انا لا انا طبعا بحب اهتم باسناني بس انا يعني هي طبعا زي ما حضرتك بتقولي بالظبط ان الفوبيا او الاستجما في المجتمع عندنا ان انت ما تروحش دكتور اسنان غير لما في تظهر مشكله ده المفروض يتغير. دي بيجي دور التوعيه ان احنا بنعمل توعيه للعيانين بتوعنا والجنرال بابليس ان هو لا انت محتاج تروح لدكتور السنان عندك مشكله او لا، لان ايفنتشوالي هيجي لك مشكله. صح اكيد. سونر اور ليتر هيبقى عندك المشكله بتاعت الاسنان، فلازم تيجي عندي. حتى لو بتنظف سنك كل يوم 3 مرات. صح. انت بتنظف بس الفرشه مش بتوصل في كل حته. لا لازم دنت الفلوس اللي هي الخيط خيوط الاسنان لازم في حاجات كده زي مش الخله بس حاجات كده زيها كده في حاجه فلوس وفي حاجات بترش دلوقتي رزاز الميه بالضغط دي حاجه فيري فيري مودرن بنشتغل بيها. حتى في فلوس اللي هو غير الخيط في حاجات رابر فلوس بنستعمله دلوقتي صحيح. عشان التكلفه بتاعته بتبقى يعني بدل ما اشتري فلوس واقعد ارمي كل شويه واقعد اجيب تاني هو نفس الفلوس بس اغسله وخلاص. دي حاجة لسه رازنا ريسنتلي في أمريكا يعني FDA approved دلوقتي. صحيح. حلو جدا. طب لو ظهرت مشكلة عند الأطفال مثلا أطفال أسنانها مكسورة يمكن سن الأطفال ده بيبقى فيه كوارث اتخبط اتزحلق السنة اتكسرت أو في تزاحم أو في فروق أبتدي أخد الأكشن مع الطفل من سن كام وأعمله بقى تقويم الأسنان؟ السون إن أنا ألاقي المشكلة لازم أروح للدكتور بتاع الأسنان بتاعي عشان أول لما يبقى عندي المشكلة لازم ابتدي ان انا ابص على السنه اللي اتخبطت او اللي وقع عليها هل السنه دي ساوند لسه موجوده ولا لا. ممكن يحصل مشاكل بعد كده ان الخبطه بتاعت السنه لو وقع على وشه تمنع ان السنه اللي لسه هتطلع ما تحتها تطلع فبالتالي as soon as possible. ده لو هو ما غيرش اسنانه لو غير او ما غيرش انا عندي المفروض بتاكد ان السنه موجوده من الاشعه الدكتور بتاع الاسنان هو اللي بياخد الاشعه وهو اللي بيقول لي انا محتاج اعمل او لا وهو اللي بيحدد برضو الاكستنت بتاع الكسر هل الكسر ده عمل افكت على اللي تحت ولا مجرد بس كسر السنه شقها ودي ليها حلول لكن انا اهمني في الاطفال بالذات لان هم بيبدلوا الاسنان لازم السنان اللي تحت اللي هم اللي بيجوا اسمهم البيرمننت ما يبقاش في اي مشكله في موضوع التسنين بتاعهم ان هم يطلعوا بسهوله. تمام. خلينا ننوه بس ان عنوان عياده دكتور عياده حضرتك قدامنا على الشاشه وهيظهر قدامنا على مدار الحلقه وكمان التليفونات اي حد حابب يتواصل مع الدكتور يتصل بالتليفونات اللي بتظهر قدام حضراتكم على الشاشه. طب انا برضو فكره الطفل اللي بيقع احيانا بنبص كده ما فيش حاجه ما فيش دم نزل ما فيش حاجه اتكسرت ما فيش اي حاجه فانا خلاص كأم بطمن وخلاص. هل الاجراء ده صح ولا المفروض يتعرض على دكتور الاسنان لان ممكن يحصل زي شرخ مثلا في الفك نفسه ومع الوقت يحصل تيبس واحنا مش حاسين باي حاجه. ايوه التيبس دي بقى اللي بقول لحضرتك عليها التيبس اللي هو ايه ان الجدر بتاع السنه يلحم في العظم فاي حاجه تحتيه عايزه تطلع ما تعرفش. يبقى انا عندي دلوقتي مشكله ان السنه اللي واقع انا عليها واتكسرت خلاص عملت ستوبر. ما بقيناش نعرف ايه اللي تحتها دي حالها هيبقى عامل ايه بعد كده. لا انا بتكلم ان حتى لو سنه ما وقعتش هل برضو مهم ان انا اروح للدكتور علشان ممكن يكون حصل زي شرخ ومش باين ويحصل اثار سلبيه بعد كده؟ طبعا طبعا. الدكتور بيبص على السنين اولا بيبص على الحاله بتاعت السنين سنين بيسال الولد او البنت بيسالها انت حاسس باي حاجه في مشكله مع الساعة مع السخن مثلا السنه بتلخلخ طب درجه اللخلخه بتاعتها قد ايه فالحاجات دي كلها لازم نستبلش الحاجات دي قبل ما نقول للعيان لا انت ما تقدرش تيجي عندنا مش محتاج تيجي عندنا او تيجي عندنا. فمن نوع البريفنشن او ان احنا نمنع حاجه زي كده ان احنا لازم العيان اول لما يقع لازم يروح عند دكتور السنان يبص على حاله السنان بتاعته يطمن على نفسه دي اطمئنان. تمام.
طيب يمكن هنروح لحتة نسائية شوية دكتور، بيبقى فيه كتير من السيدات والبنات مش متقبلين شكلهم بالتقويم، يعني ممكن نمشي الرجال عادي يمشوا بيها، لكن احنا بتفرق معانا الحته دي، ايه حل المشكله دي؟ صدقيني هم من غير تقويم مش متقبلين شكلهم، وبعد التقويم مش متقبلين شكلهم برضه. بيبقى عندنا في البريسز يعني اكتر حاجه دلوقتي ملائمه حتى للسوشيال انفلونسرز والسوشيال ميديا، اكتر حاجه دلوقتي شغاله عندنا واحدث حاجه هي الهوم بريسز. هوم بريسز اللي هي التقويم المنزلي. التقويم المنزلي اللي هو عباره عن بيشيلوا ويحطوه يا دكتور، بيشيلوا ويلبسوا بيبقى شفاف، ممكن اخرج بيه اعمل بيه اي حاجه وقت الاكل، بس اخلعه اغسل سناني بعد الاكل البسه تاني. طب وده بيجيب مفعول زي التقويم اللي بيبقى محطوط طول الوقت اللي احنا بنشوفه، اللي هو العادي اللي احنا الواير كده سلك ده؟ هو حاجه ده ليه انديكيشنز او ليه حاجات بس بيستخدم فيها زي الحاجات السهله، يعني مثلا عندي سنه واحده تمام، يعني ما ينفعش مع كل الحالات يا دكتور. يعني مثلا لو حاله مثلا عندي سنه عندي بروز هضطر اخلع، لا الخلع لازم يبقى عند الدكتور، لان انت ما تنفعش تخلع في البيت وتعمل الحاجات دي لنفسك. لازم الدكتور هو اللي هيقول لك، وهيقول لك انا عايز اخلع سنه كذا. وغير كده كمان لو عندي مثلا الناب مدفون هحتاج اعمل جراحه، فدي مش هقدر اعملها في البيت. هو الحقيقه مش بس الشكل، هو الشكل يمكن دلوقتي في الوان وفي حاجات لذيذه، يعني الشكل مش وحش قوي، لكن فكره ان في البدايه يعني اسال مجرب الحقيقه. بالظبط. كان في اول اسبوعين بيحصل زي التهابات في الشفه من جوه، بيحصل حاجات بتبقى مزعجه قوي في الاول يا دكتور، صح؟ يمكن دي اكتر من الشكل، فنتعامل معاها ازاي؟ دي حضرتك لان زي اي جسم، يعني ركبت اي حاجه في بقي ما كانتش موجوده قبل كده، ده رياكشن من الجسم، بيقول لي بقول لك ايه انا في حاجه غريبه، ايه اللي ركبته ده، ايه اللي حاطه ده، هو ده الرياكشن بتاع الجسم. بيقول لي انا انت ركبت حاجه جديده، انا حاسس بحاجه جديده، انت عملت ايه؟ هو ده. احنا بس معانا صوره يا دكتور، دي صوره التقويم. دي حضرتك السيراميك بريسز. ده غير التقويم بقى، دي حاجه تانية. التقويم هو بس زي المعدن، في منه خامه بتبقى معموله من السيراميك، ده ميزته ان هو مش يعني مش بيتشاف as much as الميتال. لا احنا مش شايفين، انا افتكرتها مركبه فينيرز مثلا. لا يعني شكل بياض الاسنان والرصه بتاعه الاسنان الحلوه دي. طب وهنا من الفينيرز شويه حته ان هي واخده لون السنين، فدي حاجة بتقلل ان هو يبقى واضح قوي بالنسبة لظروف الشغل، لو حد في الشغل وكده، او لو حد مثلا مش عايز يعمل الشفاف بنعمل له ده. طب والصورة دي يا دكتور، دي كانت ايه مشكلتها؟ وبعد كان عندها تحت هنا سنة، ايوه في السنة بارزة، بس السنة دي كانت هي دي اللي مضايقاها. دي بارزة ولا داخلة؟ دي كانت حاجة دلعه بره، دلعه بره، كنا دخلناها من غير خلع. دي حلوة قوي. وفي ناس بتبقى داخلة لجوه برضه، في سنه داخله لجوه وبالتقويم خلاص بيبقى تمام قوي. بالظبط، هو حاجه البوزيشن بتاع السنان هو التقويم. والصوره دي والصورة كمان دي دكتور، في كان عنده الانياب. دي الانياب كانوا قافلين على سنان على ورا، فاحنا وسعنا المسافه من غير ما نضطر نخلع له، وطلعنا السنتين اللي كانوا ورا رجعناهم قدام. طب خلينا نروح لانواع التقويم، يعني احنا اتخدعنا في التقويم الاولاني ده. عايز اعرف انواع واشكاله ايه يا دكتور؟ حاجه بالنسبه للتقويم بيبقى فيه عندي فئتين، يعني ان ذا مين عندي فئتين، في اللي هي الفيكست او الثابته، والمتحرك اللي هي الريموفبل. الفيكست في منها ميتال اللي احنا عارفينه كلنا اللي هو المعدن، وفي منها السيراميك اللي هي الصوره اللي حضرتك اتخدعت فيها. بالظبط. في بقى في الريموفبل في برضه في منه انواع، بس طبعا النوع الرائد دلوقتي اكتر حاجه مودرن هو الترانسبيرنت او الالاينر اللي بنسميه المصففات. هنا برضو معانا مجموعه من الصور برضو يا دكتور، تعقب لنا عليها. الولد ده كان عنده برضو السنين الانياب كانت طالعه فوق قوي، لان زي ما قلت لحضرتك الباثوي او ايربشن بتاع السنين انها تنزل من فوق لهنا، سام تايمز بيحصل ان في اوبستراكشن، ان في حاجه منع ان هو يكمل نزول، فاحنا بنستعمل التقويم عشان نكمل النزول بتاعه. نفورس ان الناب ينزل في مكانه الطبيعي. تمام. ايه تاني؟ هو بيعدل شكل الفم تماما، يعني بص قبل عايزين بقى تعليق حضرتك. ايه الصوره دي؟ دي حضرتك حاله كان عنده حاجه بنسميها تقدم في الفك اللي تحت، بنسميها كلاس 3 اللي هو الدقن كده. الفك كله عباره عن حاجه شايله السنين، فلما الفك يبقى فيه مشكله
بيبقى متقدم يحتاج يعمل بعد كده ان احنا نعمله ايه تقويم مع جراحة. ليه بقى؟ لان احيانا التقويم لوحده ما يكفيش ان احنا نرجع السنان ونظبط البروفيل بتاعه من الجنب. بالتالي بيخش معنا الجراح بتاع الوجه والفكين في موضوع زي كده ان احنا نتعاون مع بعض نوصل للاوتكم احسن ونديله ستابيليتي افضل في بعد العلاج. وبيبقى شكل سيء قوي لدرجه ان تدخل جراحي والموضوع كبير كده يا دكتور. موست اوف ذا تايم او يعني معظم الكلام على معظم الوقت مش بيبقى يعني لو هو مثلا عدى مرحله ما بعد النمو بعد النضج طبعا بيبقى يعني في الجامعه وكده بيبقى في ناس بتقول له ما تعمل الدم دي ضب ده ما تعالجه كده يعني. طب والصوره دي يا دكتور؟ نفس الكلام الناب. نفس الكلام الناب برضه. هو الناب هو الناب هو الناب هي المشكله. طب وهنا دي كمان يعني دي ايه بقى؟ دي في فروق في السن عندها هنا فروق في النص كده. ايوه في فرق في السن. بس دي ساعات بتبقى شكلها لذيذ يعني مش محتاجه في ناس بتحبها. بالظبط هي حاجه كالتشرال حاجه تبع الثقافه يعني في ناس يقول لحضرتك ايه انا بحب مثلا ان يبقى في بيني فراغات بين السنان في فراغات. في ناس بتقول ان هي علامه من علامات الحظ. ايوه بالظبط تمام. فدي حاجه كالتشرال بس احنا يعني بنعملها ليه؟ العين لما يكون عايز يقفلها بيبقى مثلا الاكل بيتحشر مثلا بيجي يشرب بيجي مثلا لسانه يتحشر اي حاجه فبنحتاج ان احنا نعمل زي الستارة بنقفلها زي الستارة بالظبط. طب بعد التقويم يا دكتور الدكاترة بتركب زي واير كده أو سلك داخلي علشان السنان تفضل ثابتة ويمكن سمعت دكتور مرة بيقول إن السنان ما بتنساش ذاكرتها قوية يعني ده لو اتشال بسرعة فممكن ترجع تاني لوضعها الأساسي فالكلام ده صح والواير ده المفروض يتشال بعد قد إيه أو السلك ده يتشال بعد قد إيه؟ حاجة الواير ده اسمه الريتينر. الريتينر بيريتين يعني بيحافظ على النتيجة اللي احنا عملناها بعلاج التقويم الأسنان. الواير ده المفروض ان احنا لو عايزين سناننا تفضل على الوضع لان زي ما حضرتك قلتي السنان ما بتنساش. انا عايز ارجع زي ما كنت الاول. بالظبط. هتشيل من عليا التقويم هرجع. يبقى لازم اخلي السنان في وضعها الجديد at any cost. عندي ممكن اعمل ميتال الواير اللي حضرتك قلت لي عليه من ورا السنين ممكن اعمل البلاستيك ريتينر الشفاف اللي بيتشال ويتحط. ان ذا اند الفكره هنا ان انا عايز احافظ على السنين في وضعها الجديد عشان ما ترجعش تاني للوضع القديم. لمده قد ايه؟ طول ما انت عايز انا بقول لعينين بتوعي كده طول ما انت عايز انك تفضل على الوضع الجديد سيبه لحد ما يتشال لوحده. بالظبط لغايه ما لا مش يتشال لوحده هو المفروض برضو ده جزء من التشيك اب بتاع ان هو يجي لنا العياده نبص على الروتينر بعد العلاج. اكيد طيب بس طبعا سوري انا اسف. لا اتفضل. خلينا طب نكمل النقطه المهمه دي بس بعد الاتصال التليفوني. معانا استاذه امل. الو مساء الخير. مساء الخير لو سمحت اكلم الدكتور. اتفضلي الدكتور معاك. لو سمحت يا دكتور بنتي السنتين بتوع اللي قدام عراض والسن عندها الشمال طالعه صغيره كده ومعوجه واليمين ما طلعتش اصلا واللثه غامقه. عندها كام سنه؟ عندها 9 سنين. 9 سنين. طيب في اي سؤال لحضرتك يا دكتور؟ عملت اشاعه ولا لا؟ اول حاجه إيه؟ هل عملت اشاعه؟ اذا عملت اشاعه؟ لا هي احنا ما رحناش لدكتور الاسنان خالص يعني انا مش عارفه اعمل لها ايه. طيب اول حاجه حضرتك لازم تعملها اشعه اسمها بانوراما اللي بتجيب السنان كلها. دي عشان بنعملها ليه؟ عشان نتاكد اولا ان السنان كلها موجوده ولو في اي حاجه فوق الاسنان ما طلعتش ان السنان اللي لسه هتطلع ما تاثرتش من الموضوع اللي عندها السنه اللي هي الصغيره ناحيه والكبيره الناحيه الثانيه. دي اول حاجه. تاني حاجه حضرتك بتجي لنا في العياده نكشف على السنان ونعمل ناخد المقاس زي اللي عندنا كده ونبتدي نقيس حجم الاسنان بالمقارنه من اليمين ما بين الشمال عشان نشوف السيمتريه وهل السنان فعلا حجمها كبير ولا مثلا السنه فيها مشكله لان الحاجات دي احيانا ما بتبانش بالعين مجرده ممكن يبقى السنه نفسها جدرها واحد بس تكون السنه فيها تكلسات اكتر او يعني حجمها كبير شويه عن النورمال او الطبيعي فدي حاجه بالتالي نحتاج نعملها ان هي تيجي تعمل كشف بعد ما تاخد الاشعه. تمام. عشان نطمن على الحساسيه على الاسنان.
تمام. طيب هل لو السيده اللي بتيجي لحضرتك او البنت اللي بتيجي لك وعايزه تعمل تقويم، هل في مواصفات معينه للاسنان او في حالات معينه حضرتك تقول لها لا ما ينفعش، او انت خلاص سنك كبر ما ينفعش اعمل لك؟ يمكن زمان كنا بنسمع ان في سن معين للتقويم، لكن دلوقتي متهيألي الدنيا اختلفت، فبرضه عايزين نعرف من حضرتك. هو حضرتك مبدئيا التقويم يعني ملوش سن، هو ليه ريكويرمنتس يعني ليه متطلبات. اول حاجه السكر، يعني لا قدر الله ما يكونش عنده سكر، تمام، العيان يبقى بيغسل سنانه كويس جدا، ما عندوش اي سيستميك ديزيزز. ليه ما يكونش عنده سكر يا دكتور؟ لان السكر اولا الجهاز بتاع التقويم ده ملف، خصوصا الميتال اللي بيركب ماله بيبقى ملف، بيلم الاكل، بواقي الاكل بيلمها صحيح على التقويم وعلى السنين. بالتالي عين السكر ايه اكتر مشكله بتقابله؟ ان هو السكر بتاعه بيخلي البكتيريا اللي في الفم تشتغل اكتر من العيان العادي، فبالتالي البكتيريا هتحول السكر، فبالتالي هتعمله تسوس اسرع. غير كده اللي حضرتك قلتيه كمان، ان لخلخه السنان بتاعت عيان السكر بتخلينا نحط افورت او نحط قوه اقل من اللي بنحطها، ونبقى فيري ديليكت في القوه اللي بنحطها على الاسنان عشان نحركها. تمام. طيب غير عيان السكر ايه اللي ممكن تقول له انت ما ينفعش معاك التقويم، او ايه اللي المفروض السنان يكون بيتوفر فيها؟ لازم زي ما قلت حضرتك السنان تكون نظافه نظافه النظافه ثم النظافه بس. نظافه، طالما عيان اسنانه نظيفه مفيش مشكله نركب له تقويم. وطالما بيهتم باسنانه وبيغسلها، ليه؟ احنا عندنا في العياده دايما شفنا ناس بتيجي يا دكتور انا ركبت التقويم بس لا اللثه لونها احمر وبواقي اكل. ما بيهتمش بالنظافه، مش بيستناك ليه؟ صحيح. انت المفروض جاي عشان تجمل شكل اسنانك وتبقى شكلك احلى واسنانك تبقى اجمل، يعني اهتم. مش هتخسرها، هتكسب مش هتخسر. هي الثلاث دقايق يعني كل واحد دقيقه ونص، دقيقه ونص خلاص خلص. طب هل يا دكتور كل اشكال التقويم وانواعه مناسبه لكل المرضى؟ يعني انا مواليد النهارده اجي اختار اقول لحضرتك انا عايزه النوع ده او عايزه الشكل ده، ولا بيبقى فيه كيمياء ما بين حضرتك وما بين المريض وتقعدوا وتتكلموا مع بعض؟ هو زي ما حضرتك قلت بيبقى فيه كيمياء. ليه؟ لان في حاجات مثلا في الالاينرز، الحاجات اللي هي زي المصففات البلاستيك، ما اقدرش ان انا اعمل حركات معينه بالمصففات البلاستيك، فبضطر ان انا اركب النوع اللي هو الثابت. فدي حاجه بترجع طبعا للعيان هو عايز ايه، ده اللي بساله له اول فيزيت خالص، اول زياره. ايه تشيف كومبلين بتاعك؟ انت جاي عندي النهارده ليه؟ ايه اللي مضايقك في سنينك؟ انا عايز اعرف كده عشان ابيز العلاج بتاعي على الاكسبكتيشن بتاع العيان ونوصل للارض وسط. طيب خلينا نروح لنقطة كمان مهمة. أنا دلوقتي ركبت تقويم، ممكن يقعد قد إيه؟ يعني أقعد بيه فترة قد إيه؟ وبالذات كمان في الأطفال، الأطفال مش بتحب أي حاجة تبقى مأيداهم كمان في بقهم، فممكن نقعد بيه قد إيه؟ حضرتك الأوعاد بالتقويم ده عندنا ثلاثة كاتيجوريز للأوعاد، يعني عندنا شورت تيرم ده بيبقى ست شهور، سوري آسف، من شهرين لست شهور، ده شورت تيرم. الميديوم تيرم بيبقى من ست شهور لسنة، اللونج تيرم فوق السنة. كل ده بيحددوا الكشف، أنا عايز أعمل إيه في السنين، إيه العيان مشكلته، المشكلة دي هتحتاج خلع ولا لأ. الحاجات دي كلها بتبلاي فاكتورز في إن أنا أحدد الفترة العلاج تنتاتيفلي. يعني هي المشكلة اللي بتقول لي التقويم هيقعد قد إيه بالظبط. المشكلة الأساس، المشكلة يعني مثلا عدى عنده بروز وهخلع، بنتكلم فوق السنة طبيعي. فوق السنة مثلا سنة واحدة طلع بره داخلة جوه، طلع فوق نازلة تحت، الكلام ده كله حاجات بسيطة ممكن تخلص شهرين تلاتة. طيب خلينا ناخد اتصال تليفوني تاني يا دكتور، ومعانا أستاذ مايكل. ألو مساء الخير. مساء الخير يا حضرتك. مساء الخير، اتفضل بسؤال حضرتك. يا ريت. انا عندي سلسله اسئله، والاول احب اشكر الدكتور على المعلومات القيمه دي بصراحه، يعني هو عامل زي شيل كده او درع ثقافي زي واحد يقدر يحافظ على صحته، ودي ريت تتكثر من البرامج التوعويه اللي زي دي. انا هبدا باول سؤال اللي هو طبقه المينا، ايه العوامل اللي هي ممكن بتسبب تاكل طبقه المينا؟ وسؤال تاني بالنسبه للعضلات بتاعت الاطفال، في ناس بتقول دي بتقوي السنان، وفي ناس بتقول لا دي بتسبب تشوهات خلقية في السنان، في حين ان في عالم الحيوان
بنشوف ازاي الاسوده وهي بتتنازع مثلا على غنيمه سنة ازاي يعني ممكن تتحول تطلع زي شجره. طب ده من هي صغيره اكيد دي بتقوي الاسنان. كمان بنشوف الناس اللي ممكن تصطدم بحاجه او بتلعب ملاكمه سنتها بتتكسر، طب ده بتعمل مع الاسنان المكسوره دي بتعمل ازاي؟ شكرا لحضرتك استاذ مايكل. طب انا الدكتور هيجاوب على حضرتك، اتفضل. طبقه المينا اول حاجه عندنا في طبقه المينا لازم السنان بنتاكد على طبقه المينا قبل ما العيان يبتدي نشوف موضوع التقويم او حتى المشاكل اللي بتحصل مع التقويم. ليه التقويم بيلزع على طبقه المينا دايركتلي؟ يعني لازم السنان يبقى عندها ثيكنس معين لطبقه المينا، ودي بتساعدني اكتر في ان التقويم يفضل مكانه خصوصا مع علاج التقويم. طيب تاني مشكلة كانت عضات الأطفال اللي بيستخدموها الأطفال، دي حاجة صحية فعلا ولا بنسمع كتير إن هي ممكن تخلي الأسنان تطلع معوجة أو مش في مكانها؟ حاجة هي بصي العضادة دي حاجة اسمها باسيفاير. الباسيفاير وظيفتها إنها بتعمل بريشر على اللثة وكل حاجة ماسكة السنان عشان تبتدي تعمل زي فايبريشنز. الفايبريشنز دي أو الهيدروليك بريشر اللي بيحصل بيبتدي يزق السنان حبة حبة اللي تحت كان بفعص اللثة عشان تبتدي السنة تطلع لفوق. يعني دي حاجة كويسة؟ بالظبط، دي حاجة صحية مش جدا. دي حاجة يعني من قديم الأزل حتى الوجبات بتاعت جدودنا الناس التاسكس والحاجات الهيستوريك والحاجات دي، الوجبات دي ناشفة. حتى يقول لحضرتك الناس الكبيرة بتوعنا هنا في مصر الوجبات بتاعتنا كانت أكتريتها حاجات هارد عشان كده الناس سنانها كانت ما بتسوس. دي حاجة فيسيولوجيك، دي حاجة كويسة. طب في الملاكمة لو سنة اتكسرت يعمل ايه؟ ما يجيليش دي بتبقى ايه لو قبل التبديل وبعد التبديل يا دكتور؟ في الملاكمة حضرتك يعني دي بتبقى اولا ربنا يكون في عون اللي اتضرب. ثانيا طبعا بيبقى في حلول للسنان لو اتفقدت او لو اتكسرت، دي برضو بتبقى زرع بقى ولا زرع ولا ايه؟ على حسب يعني لو السنة نقدر نسيفت، احنا هنا انفس بتاعنا في الاسنان ان احنا بنسيف دلوقتي السنين، ممكن نعمل زراعة ممكن نضطر نعمل حاجة تانية للسنين، كل ده بيحدده ان احنا نكشف على السنين. تمام. طب دكتور انا بسمع مصطلح التقويم الفوري، هل في تقويم فوري؟ طبعا. طب ايه هو التقويم الفوري؟ هو ان السنين لو عندي كل المتطلبات اللي قلت حاجة عليها، العيان سنانه نظيفة ما فيهاش سوس، العين بيغسل سنانه كويس جدا، عايز يركب تقويم يركب على طول، مفيش اي حاجه، مش محتاج تاهيل بمعنى اصح. يعني مش تاهيل، لا انا تخيلت تقويم فوري يعني يروح للدكتور في جلسه سناني اتظبطت وباي باي. I wish it was that. ده تتمنى كده يعني ان هي تبقى حاجه كده في لمح البصر بس يعني. طب لا. لو حد سنانه حساسه، خلينا يعني برضو نطرح الاسئله كلها اللي بتتعلق بموضوع التقويم، لو حد عنده اسنانه حساسه جدا هل التقويم بيأثر عليه زي مثلا الوايتنينج او التبييض؟ احيانا الناس اللي عندها اسنان حساسه بتموت يعني لما بتعمل تبييض اسنان، فهل الموضوع ده برضو بينطبق على التقويم؟ التقويم حاجه ده احنا بنلزق على يعني لو بنتكلم على تقويم المعدن او السيراميك التقويم اللي بنلزقه ده بنلزقه على حته صغيره يعني تتعدش 2 مللي في 2 مللي وانا عندي سطح السنه كبير، فلو عندي السنسيتيفيتي انا ببتدي اعالج السنسيتيفيتي دي اسنان قبل ما ابتدي اعمل التقويم. هي بتتعالج يا دكتور؟ تتعالج بيبقى ليها طبعا جايلك. طبعا بتتعالج عن طريق ايه؟ ان انا ابتدي الزق يعني طبعا سطح السنه زي ما قلت لك سطح المينا، سطح السنه بيبقى فيه هو طبقه المينا تحتها طبقه العاج. صحيح. الحساسيه دي بتبقى نتيجه لان طبقه العاج مكشوفه، بالتالي عصب السنه اي حاجه بشربها تلمسها السنه هوا حتى لو باخد نفسي يبتدي عندي مشكله ان ايه العصب بتاع السنه الحاجات دي تبتدي لو كلنا برتقان لو اي حاجه فيها بتضر صحيح اي حاجه، لكن التقويم ما بيأثرش. التقويم حاجه احنا يعني بنلزق، احنا بنلزق حاجه على الاسنان مش بنأتاك السنان. اوكي. طيب وحضرتك بتطلب من المريض اي فحوصات اي اشاعات اي حاجه قبل التقويم لحالات معينه ولا لكل الحالات اللي بتيجي لحضرتك؟ في الستاندرد بتاعنا في كشف التقويم احنا المفروض بنبص على حاجتين، اللي فوق
اللي انا شايفه بعيني السنان كلها زائد اللي تحت السنان الجذور حاجات دي بالاشعه. بطلب اشعه بانوراما وبطلب اشعه تانية لو انا عندي حاجه هعملها تعديل في الفك. تمام، عندي اطفال مثلا عندهم الفك ديفيشنت او في مشكله في الفك، عايز ابص على النمو بتاعهم، عايز ابص على المرحله البلوغيه بتاعتهم، هل هم بلغوا ولا لا لسه، بحيث ان اقدر اتدخل اعمل انترسبشن انترسبت المال اوكلوجن او المال مال يعني معناها مال، مال يعني معناها باد او بروبلم، اوكلوجن يعني العضه، يبقى في مشكله في العضه بتاعتي، يبقى انا عايز انترسبت. انترسبت ازاي؟ ابص على الحاله وكوريليت مع الاشاعات دي. هل في حالات جات لك تقول لها لا ما ينفعش معاك تقويم خالص؟ زي غير مريض السكر مثلا. حضرتك يعني هو بس يكون موضوع النظافه يعني. لا غير النظافه، شكل الاسنان نفسها مشاكلها كثيره جدا اللي هي مش هتتحل بالتقويم، ولا اي مشكله ممكن تقويم يحلها؟ التقويم زي ما قلت حضرتك هو في الاول عباره عن البوزيشن والهارموني بتاعت السنين. لو في مشكله في شكل الاسنان، شكل الاسنان هبتدي ابص على الناحيه التجميليه اكتر. اللي زي ايه؟ زي الفينيرز، زي الكراون اند بريدج، التركيبات. صحيح. زي الزراعه. تمام، سام تايمز يبقى عندي مثلا ان انياب ما طلعتش او سنه مثلا مش موجوده، ربنا ما خلقهاش ما حطهاش في الفك، طب انا اعوضها ازاي؟ هبتدي ابص ساعتها على حاجات زي الاستعاضه، زي الزراعه، زي التركيبات عشان اعوض الحاجات دي. خلينا نروح لمرضى السكر عشان اللي بيشوفنا دلوقتي ما يجيلوش حاله من الاكتئاب يا دكتور. لو مريض السكر كنترولد، لو أوكي. هو منظم سكره وفي المعدل الطبيعي، برضو ما ينفعش معاه تقويم ولا ينفع معاه التقويم؟ طبعا ينفع معاه، لان احنا عايزين نعالج له سنانه. والعلاج بتاعه بيبقى حاجتين، بيبقى شورت تيرم نقدر نعمله الحاجات دي، بنسال نفسنا وبنقول له طبعا انت عايز تعمل ايه. لو مثلا قال لي انا عندي سنه عايز احركها سنه واحده، والحركه بتاعتها هتبقى حاجه نيجليجبل، حاجه بسيطه خالص مش تاخد وقت، احط عليها فورس. تمام، السنه دي احركها مفيش مشكله خالص. لكن لو حاجه مثلا هيبقى فيها حركات اجريسيف وكده، ما بيستحبش ان احنا نعمل تقويم، عشان اولا التاكسنج على الجدر بتاع السنه والعظم والحاجات دي بتبتدي السنه تلخلخ اكتر، واحنا مش عايزين كده. تمام، فدي حاجه طبعا يعني تبع العيان عايز ايه وايه اللي اقدر اوفرت للعيان. طب دكتور، لو في مريض مثلا عمل تقويم لفك واحد السفلي مثلا، هل ممكن بعد ما يشيل التقويم يلاقي ان الاسنان نفسها ما فيش، يعني مثلا الفتحه اللي في السنتين اللي فوق مش زي اللي تحت، او مش مظبوطه عليها؟ طبعا. هل التقويم ده بيأثر لو مثلا حصل تحريك في الاسنان؟ بص حضرتك، هي بالنسبه للتقويم الفك الواحد، لان دي حاجه دلوقتي كومن قوي الناس بتعلق عليها وكده، لكن تقويم الفك الواحد ده ليه انديكيشنز معينه. يعني لو انا عندي مثلا سنه واحده مش هتاثر على باقي السنين، والسن اوريدي ان اوكلوجن واقدر اظبطها، دي برضو ايد الدكتور تفرق في حاجه زي كده. لكن الاحسن والافضل ان احنا نعالج الفكين مع بعض. ليه؟ لان الفكين وانس ان واحد اتغير لازم التاني يتغير عشان يماتش مع بعض. فدي حاجة ليها دعوة بالكنترول بتاع تأثر على العضة بقى نفسها. بالظبط، العضة والابتسامة والشكل والابتسامة. هل في لستة ممنوعات كده حضرتك تقولها للمريض اللي بيركب تقويم الأسنان؟ طبعا في لستة ممنوعات كبيرة. أيوة، حابين نعرفها عشان واحد بقى خلاص أنا ركبت التقويم فتمام بقى في أي حاجة أنا عايز أعملها يعني. أنا أغلب العين اللي عندي دلوقتي في رمضان يعني عمالين الكنافه بقى الحاجات الناشفه دي او المكسرات. هي حاجتين، الهارد او الستيكي. الستيكي زي الكراميل، التوفي، الحاجات اللي هي الناشفه. الهارد طبعا زي الحاجات المكسرات الناشفه، التفاح. لا التفاح اتس اوكي. لا ما مش كده بايتنج قدام لو انا ايه حاجات سوفت قوي مفيش مشكله. بس الحاجات طبعا انا بقول للبيشنت بتاعي انت تاكل انت عايزه طبعا بتقطعها بشوكه وسكينه وترميها على الضروس اللي ورا. صحيح، كل اللي انت عايزه، لكن ما تاكلش جزرايه وتمسك بقى وتقطع فيها كده يعني. هتلاقي التقويم طلع في الجزر على طول. هتعمل تقويم للجزر. وابتدي الاقي النتيجه بقى مرضيه بالنسبه لي كمريض مركب تقويم بعد قد ايه؟ يوجوالي من اول شهرين او اول شهر، على حسب طبعا استجابه العيان والفرصه اللي انا حاططها على السنين، لان سام تايمز بيبقى السنان محتاجه وقت شويه عشان ايه؟ اصحي اصحي اصحي.
يعني على حسب استجابة المريض ولا على حسب المشكلة اللي عندي؟ يعني مثلا مشكلة تزاحم الأسنان غير مشكلة ميل الأسنان غير لو في فروق، هل كل مشكلة ليها طبعا وقت ألاقي نتيجة مرضية بعدها ولا على حسب استجابة المريض أصلا؟ الاثنين على حسب المشكلة، الإكستنت بتاعت البروبلم، هل هي حاجة بسيطة زي سنة واحدة؟ لو سنة واحدة وكده ممكن نتكلم مثلا في شهرين يبتدي يلاحظ في فرق difference. بلس طبعا زي ما قلت تفضلتي الحاجة التانية اللي هي أكيد. لكن ما فيش أضرار من التقويم ممكن الإنسان بعد ما يعمل التقويم يلاقي نفسه مش راضي عنه؟ لا، هو حاجة التقويم في الآخر ده علاج، يعني المفروض أنه هو علاج نحنا نبتدي نظبط السنين، نظبط السنين ووضع السنين وشكل الأسنان مع بعض والتناسق والابتسامة، ما حدش هيزعل من ابتسامته بتبقى أحسن. طبعًا. عايزين نقول في نهاية حلقتنا أهم حاجة العناية بالأسنان يومية وكل ست شهور زي ما حضرتك قلت. شكراً لوجود حضرتك معنا. شكراً ليك يا دكتور. شكراً لدكتور عادل زخيري، طبيب تقويم الأسنان وماجستير تقويم الأسنان بالمملكة المتحدة وبكالوريوس طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، عضو المنظمة الدولية للبحث العلمي في طب الأسنان. مرسي يا دكتور. مرسي يا مريان على الحلقة، وبشكركم مشاهدين على حسن متابعتكم. نشوفكم يوم الخميس وحلقة جديدة وبرنامجكم من يجده، وتصبحوا على ألف خير.